كنا تفرجنا برنامج سكالايت، كانوا طبيعة الحال مجموعة ديال الأصوات اللي نفتخروا بهم، أصوات اللي يقدروا يمثلوا المملكة المغربية في مجموعة ديال التظاهرات الفنية وجههم حمر، أصوات تسلطن، تطرب، تبدع وتتفنن في الأداء. من بين هذه الأصوات اللي بقات حتى النهائي ديال ستارلايت، عقلتوا على واحد الفنانة بقات حتى النهائي، شكون هي؟ من بين الأصوات اللي بقات الفينال ها؟ ما سمعت والو؟ أحلام بالعيساوي حاضرة معنا، خريجة برنامج ستارلايت في خط حرعية، وغادي تحفنا بواحد كشكول افازيغي جميل جدا. تبارك الله على احلام، وشكرا على الحضور ديالك في فرقة حرة على احلام. You